الجيش المصريين. جيشك وشعبك محفوظة يا مصر. تعيش مصر أياما مجيدة يشعر فيها المواطن بالفخر والعزة تجاه وطنه لما يتحقق فيه من إنجازات، من بينها مشروعات بنية تحتية متنوعة تزهو بها الأوطان والشعوب، كما أن المصريين على موعد مع مشروعات عملاقة تمنح الثقة للمواطنين في قيادتهم السياسية وفي جيشهم الذي لا يدخر جهدا من أجل المساهمة في مشروعات التنمية ولا يلين في مواجهته للأعداء، وسيظل حصن أمان للوطن في معركته ضد الإرهاب الذي يسعى دائما للنيل من مصر ومن شعبها العظيم. القوات المسلحة ستظل قوية بأبنائها وبعطائهم للوطن وتضحياتهم في سبيل أمنه واستقراره. أهلا بكم، وهذه هي رسالة الجيش المصري في هذا الأسبوع. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار استمرار دعم وتضامن مصر مع الشعوب الإفريقية في مختلف الظروف، أقلعت طائرتان نقل عسكريتان محملتان بأطنان من المساعدات الطبية والمقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى جمهورية تنزانيا الاتحادية، وذلك للمساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين بتنزانيا. تأتي تلك المساعدات تأكيدا على الدور المصري المحوري في محيطها القاري ولمساندة جهود الدول الأفريقية في تجاوز كافة الأزمات التي تواجه شعوب القارة. قام الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بزيارة للكلية الحربية، التقى خلالها بالطلبة المستجدين من الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة وأسرهم، وذلك في إطار المتابعة الدورية لاستراتيجية التطوير والتحديث بالكليات والمعاهد العسكرية، حيث قام بالمرور على العملية التعليمية للطلبة المستجدين، تابع خلالها عددا من الأنشطة التدريبية التي تنفذ خلال المراحل الأولى من الإعداد والتأهيل للطلبة المستجدين، والتي عكست المستوى المتميز والمهارات البدنية العالية التي وصلوا إليها. كما أدار حوارا مع الطلبة المستجدين وأسرهم، نقل خلاله تحيات وتقدير السيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وهنأهم بنيل شرف الانضمام للقوات المسلحة، مؤكدا على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة التعليمية لتخريج أجيال جديدة من الضباط المسلحين بالعلوم العامة والتخصصية قادرين على ممارسة دورهم في حماية مقدرات الوطن. وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالأداء المتميز للطلبة وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في التدريب، مؤكدا على أهمية الارتقاء بالإعداد الذهني والبدني والاهتمام بالمهارات القيادية وتنمية روح المبادئة وسرعة اتخاذ القرار. وأوصى الطلبة بضرورة استغلال فترة دراستهم بالكلية لتنمية قدراتهم واكتساب المهارات العلمية والميدانية ومواصلة البحث والاطلاع والمعرفة في المجالات العسكرية بما يؤهلهم لتنفيذ المهام والمسؤوليات التي سيكلفون بها في المستقبل. حضر الزيارة عدد من قادة القوات المسلحة.
إن ما ستره الشعب المصري العظيم وقواته المسلحة من إنجاز يكاد يكون مستحيل، كما أنه يضرب أعناق المشككين وأوهام المتربصين، ولكنه مجرد بداية لحلم رئيس يؤمن بشعبه وشعب قادر على اجتياز المحن لطالما وجد من هو قادر على قيادته. عاشت مصر دائما حرة مستقرة، وحفظ الله دائما مصر أرضا وشعبا وجيشا.